مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم جمهورنا الفضيلة. هذا السهرة الجديدة والسهرة الرابعة من سهرات مهرجان حضرة أندلس لتلمسان. هذا المهرجان من تنظيم جمعية حضرة أندلس لتلمسان اللي تضم كل الجمعيات اللي تمثل مدرسة تلمسان للموسيقى الأندلسية تحت الرعاية السامية سيد ولي ولاية تلمسان. مهرجان متواصل دائما معكم، سهرات فنية موسيقية أندلسية. المهرجان هو تكريم لعميد الأغنية الموسيقى الأندلسية الشيخ العربي بن صالح، نحتفلوا بالذكرى 54 لوفاته، واليوم بالضبط تاريخ 24 ديسمبر يمثل ذكرى 54 لوفاة الشيخ العربي بن صالح عميد الموسيقى الأندلسية. تحية كبيرة للشيوخ اللي خلونا الطرف. سهرتنا اليوم تكون كالعادة مع جمعيتي، والبداية اليوم مع جمعية الموحدية عند الروضة. جمعية الموحدية، تحية. جمعية الموحدية تعود بدايتها سنة 1973 كفرقة موسيقية، واعتمادها كجمعية كان سنة 1985. الجمعية كان لها عدة مشاركات في مختلف المناسبات والملتقيات داخل وخارج الوطن وعدة تتويجات، وكذلك لها نشاطات متعددة للحفاظ على التراث بنظروبة وتلمسة. جمعية الموحدية راح تقدم اليوم نوبة النزوم، برنامج توشي النزوم صدر يا من سكن صدري يا ليه طايحي ذاكر يا شدني وكاسي درج بالله ما أصعب الرحيل يا لي نصرخ أول فارقوني يا تراهم يرجع نصرخ ثاني دير يا نديم كأس العقاب خلاص أول أهل مقابل خلاص ثاني لقيت حبيبي خلاص ثالث قدوة الحبيبة وتختتم بتوشية الاستخبارات. الاستخبارات من لدى العياشي وسيم زكاي مريم ندام ابتسامة يوسف غفور ونعاس هشام الجو تحت قيادة طالب بيت. معكم يا شباب تحنا العشية، واليوم جابنا جمعية تقضي كتري لما تحنا الحضرة غير مع جمعية الموحدية.
Thank you.
Thank you.
ويتفضل السيد المدير الولائي للبريد والمواصلات.